دكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية، برحب بحضرتك معنا في تلفزيون اليوم السابع. وسهلا بحضرتك. في ناس كتير ممكن وجبة السحور يعني ما تعرلهاش اهتمام، أو ممكن تروح عليها وتقول لا خلاص أنا يعني هصوم من غير ما اتسحر. حضرتك توجه لهم كلمة يعني عن وجبة السحور قد إيه هي مهمة؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما زالت أمتي بخير ما دام يستعجلون الفطور ويستأخرون السحور، كان بيكلم كلام وما ينطق عن الهوى، لما قال عليكم في السحور فإن في السحور بركة، لأن الإنسان لو صام من المغرب لتاني يوم المغرب فترة كبيرة جدا. ده احنا بنقول أصلا يا ريت الناس تاخد 3 وجبات في الفترة دي، تاخد وجبة الفطور والساعة 10 الساعة 12 تاخد وجبة بينية كده، وقبل الفجر تاخد وجبة السحور الأساسية اللي هي لازم تكون محتوية على معظم العناصر الغذائية، ماشي؟ يعني في وجبة السحور يفضل مصدر للخضر والفاكهة اللي هو طبق السلطة، مصدر للبروتين اللي هي البيضة أو طبق الفول المدمس، وعليه زيت وعليه ليمون وعليه اللي هو الطبق المحوج اللي هو بيعتبر بنسميه الايه الطبق الاساسي للمعده المصريه في الصيام، لان ده اكتر واكتر حاجه بتمتص في الجسم على فتره طويله، ممكن تقعد 4-6 ساعات، عشان كده بيبقى الطبق ده اساسي. او ممكن جبنه، ماشي، على زيتون، على زيت زيتون، على طماطمايه، هتبص تلاقي مع خيارايه، هتلاقي الكمامه الغذائيه جاهزه، ماشي، مع كوباية زبادي عشان تهدي المعدة. حضرتك تقصد جبنة قريش يعني ولا أي؟ لا جبنة، هو فضل جبنة القريش أو أي نوع من أنواع الجبنة اللي هي ملحها خفيف، لأن لو أنا زودت الملح هيزود العطش فهيدخلنا في حاجة تانية، فإحنا بنقول نفضل الجبنة خفيفة الملح أو الجبنة القريش مع خيارايا، مع أي، مع طبق اللي هو السلطة ككل، بيضة كقيمة غذائية، علبة الزبادي على معلقة عسل، بحيث تبقى الدنيا افضل وقت. بنبتعد عن الحلويات خالص، لان هي هتدي سعرات حراريه عاليه وهتعطش وتدخلنا في مسار تاني خالص.